إنا لله وإنا إليه راجعون أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجا إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذا يا مظلوم كربلاء يا ابو علي لم انس زينب بعد الخيل حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحان مزجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدم أقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وأرى بذل أرجوئنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يسمو لدعوتنا أحوى زينب ندعو فلا أحد يسمو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا قم يا علي يا علي يا
يا علي شوف زينب هناك بكربلاء لوحدها. قوم لها يا علي لا تخلي هناك ويا اليتامى. قوم يا علي ودار زينب ما عدا احد هناك رجاله كلهم على بوغاء كربلاء. قم يا علي يا علي فما هذا القعود وما عدي تغض على الأقدار أجفانا أقبل علي الليل وازدادت ما شوف غير ايتام تصارخ شيخ العشير حسين محد شاف مطروح وبجنبه علي الأكبر وجس عباس عند البار حيحوط الصياوي يا مريني واخوتي كلهم مسلحي والخيل مسروج واهله مستعدين مصغين الصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بك بخيمه دخله بعد يا زينب هالليالي باع الحسين ما عندش احد يا زينب من يسكت الاطفال ما عندش احد يا زينب غير علي المكبوب على الرجال وحسين من يسمع بك بخيمه دخلها يسلي الحرمه وياخذ بصدره طفلها وباتت خيمنا مطنبه وتزهر بهل صهيوان اخوي حسين حاله رفرف على اصبحت واشبال الهواشم حالي يرقى ومسيت ما القناع وتستر بلج ويا اليتامى قلوبها طارت من الخوف وين المعز وين زهو الذيج ليا المصائب كثيرة في مثل هذه الليلة ماذا أقرأ لكم من مصائب شيعة مؤلمة مصائب تفطر قلب الحوراء زينب مش تتحمل لا تتحمل زينب هاي الليلة الحمل ثقيل على زينب يا شيعة الليلة أناتكم الليلة حناتكم الليلة دمعاتكم هي اللي تساعد زينب هناك بالخيمة أول مصيبة أول مصيبة من المصايب
يقولون وقت الغروب. اقرا لك شويه شويه المصراع. ادريبك انت تعبان اليوم عاشر. قال مصراع تباشى على الحسين. شويه شويه نقرا وياكم. اول مستعيب وقت الغروب، اكو طفله من اطفال الحسين، هاي طفله متعوده تفرش المصلات الابو الحسين، هذه تجي وتفرش المصلات الابو الحسين وقت الغروب حتى يصلي على السجاده على المصلى. بهاي الوقت وقت الغروب فرشت المصلى، تنتظر ابوها يرجع يصلي على المصلى. اجت العوراء زينب بني ما بكي، قالت عم زينب لقد فرشت المصلى لابي الحسين والى الان ما رجع. شو تسوي زينب وياي الطفله؟ ضمتها الى صدرها. اول رزية من الرزايا التي حلت هذه الليلة، نادى العين علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. الله خيام كلها نساء واطفال تحرق النار عليهم ما عندهم احد. واذا بالنار اشتعلت في المخيمات، اسرعت الحوراء زينب الى الامام زين العابدين تقول ابن اخويا شو مسوي؟ الخيام كلها تحترق. عمه ابن اخويا وين نروح وين نتوجه؟ قال عمه زينب، عمه زينب فري انت ويا الاطفال في البريه، قيموا على وجوهكم في الميدة. انت تتصور هذا المشهد؟ بنات رسول الله يهرولون هذه الليلة خوفا من النار. يقال لما حرقت النار سحقته الخيل بحوافرها. طفل من اطفال الحسين احترق طرف من بدنه، اتعلقت النار باثواب هذا الطفل الصغير. اسرع الى الحوراء زينب يقول عمه زينب طفي النار اللي باثوابي. زينب تطفيها بكلتا يديها بابي وامي. هاي الليل فرت الاطفال والنساء على وجوههم في البيداء. قامت الحوراء زينب بجمع الاطفال والنساء في مثل هذه الليلة، ما عندهم نور بعد، هناك خيام محروقة. تنادي باسمائهم، فلان موجود يقولون لها موجود يا زينب، فلانة موجودة يقولون لها موجودة. اجت دورها النوب على سكينة، تنادي سكينة ما سمعت صوت سكينة. وين راحت يا شيعة سكينة؟ لما فرت سكينة الى الميداء اخذت تتخطى الاجساد، اخذت تتخطى القتلى، واذا بصوت ضعيف ينادي بني الي الي. بني الي الي. هاي سكينة اتبعت ذلك الصوت، من وين يطلع ينادي بني الي الي؟ اخذت تتعثر بالاجساد، تتعثر بالقتلى، الى ان وصلت الى جسد الحسين. انت تتصور هاي الطفلة جالسة عن جسد ابوها، جلست يم جسد ابوها، تقول له ابا يا حسين لقد شتموني، ابا يا حسين
ضربوني. تتحمل يولا العسير ما يتحمل. أبا أبا يا حسين لقد ضربوا عمتي زيدا. أي الطفلة متعودة تقبل رأس أبوها؟ أي الاحترام أهل البيت؟ هاي الطفلة متعودة تقبل رأس أبوها، متعودة تقبل جبين أبوها. يا شيعة الحسين هاي الليلة سكينة وين قبلت الحسين؟ وين وين قبلت الحسين؟ وين وين الحسين؟ جثة بلا راس. وين قبلت؟ وضعت فمها على نحر الحسين. وإذا بصوت من منحر الحسين ينادي بني سكينة. تسمعون الأولاد حسين هذا الأولاد يخاطبكم. بني سكينة إذا رجعتم إلى المدينة فأبلغي شيعتنا عني السلام. قليلا قتل الحسين عطشانا، قتل الحسين ظمآنا. بنتي سكينة بلغي واجب تحياته، وبلغي سلام لشيعتي واشكي غلامها. قولي لشيعتنا ناحى على المغرب. يلا قولي لشيعتنا ناحى على المغرب. مرمي شربت الماء واطفال عندي مصرعة ومحتار في دنيا. قولي لشيء قولي لشيعتنا روحوا على المظلوم. لا تخبري بالأعوجية، ديري بالك يا سكينة. لا تخبري الشيعة بكل المصايب، ما يتحملون شيعتنا، ما يتحملون يسمعون المصايب. لا تخبرينهم، لا تخبري الأعوجية وش سوت بحالي. داست على صدري سكنة وشالت أوصالي. قولي لشيعتنا الشمر. يا من على صعد داس ابن على ومكن بتار فينا. قولي لشيعتنا قولي لشيعتنا.
عن سكينة وإذا بفارس على صورة جواد يحرس خيام بنات رسول الله. تقول له يا فارس أما رأيت طفلة صغيرة؟ قال لا يا زينب أنا ما رأيت طفلة صغيرة، ولكن عمر بن سعد عينني أحرس خيمتكم. ولكن يا زينب بمروري على الأجساد رأيت سواد على جسد الحسين. اقصديها لعل تكون الطفلة التي تبحثين عنها. اجت زينب الى جسد الحسين واذا بالطفلة على صدر الحسين تنادي تقل لابويا والله غيمة غيمة. انا صير من صغري يتيمة ثار الاب يا ناس خيمة افي على عيال الحريمة. هلا والله يفي على عيال الحريمة. تأتي زينب تأخذ سكينة تأخذها معها إلى الخيمة. بينما هي تمشي وإذا بصوت ضعيف يخاطب الحوراء. سبع يا لا يقلها ردي الخيمة. قالت الخيمة احرقوها ردي الخيمة. قالت الخيمة تسكن ضربها باري حريمي بالبراري شتتها. رجعت زينب مع سكينة وهي تجمع الأطفال والنساء. إذ افتقدت الرباب أين الرباب؟ وين راحت الرباب؟ اخذت تبحث عن الرباب. اين زينب؟ وين زينب تسمع الونة خلف الخيمة؟ ما عندهم خيام بس خيمة واحدة. وإذا بزينب تسمع الونة خلف الخيمة اجت خلف الخيمة وإذا تشوف الرباب واضعة مهد الربيع على حجره. يا عبد الله لقد درت ثدياك. تقل لي يا ابني عبد الله يا غالي الولد راح المهد خالي يا جماعة. وين هاي شعورها الرباب؟ تقل لي يا عبد الله يا ابني يا عبد الله يا غالي انا برباك ساهرت الليالي بس هاي ما كانت ببالي اهز المهد والمهد خالي. والله يا عبد الله يا غالي انا برباك ساهرت الليالي بس هاي ما كانت ببالي اهز المهد والمهد خالي. يا رباب تعزي بعزاء الله. ارجعت الرباب الى الخيمه. كل موجودين بالخيمه بعد ان تأكدت زينب سلام الله عليها في مثل هذه الليلة شيء عموالين. من يحرس بنات رسول الله؟ من يحرس بنات الرسالة؟
كأني بزينة والإمام زين العابدين وأم كلثوم تقسموا الأدوار لحراسة بنات رسول الله. الثلث الأول جاء مولانا الإمام زين العابدين لحراسة بنات رسول الله، جلس على باب الخيمة ينظر إلى السماء يرى رؤوس تعلقت على أسنة الرمح، ينظر إلى الأرض يرى جثث مجزرين مقطعين الرؤوس. ما أن انتهى دور الإمام من حراسة بنات رسول الله، جاءت أم كلثوم وجلست على الباب تحرس بنات رسول الله هذه الليلة. ما أن انتهى وقتها جاءت فخر المخدرات زينب وجلست على باب الخيل تحرس بنات رسول الله. مرة تحشم والدها علي ومرة تنتخب أم فاطمة. والي ما عدا أحد زينب تنتخب منه بعد ما عدا أحد. يم حسن يم حسن يا يمة تعالي خل تجي الزهرة إليها ما أحد وياها. يا حسن يا يما تعالي وشوفي كربلاء اش سوت بحالي. والله شوفي كربلاء اش سوت بحالي وشوف اخوتي مذبح اقبالي. واذا بالريح يوصل صوت الزهرة الى زينة يقول انا يمك يا يمة مو بعيدة، والله مو بعيدة انا من ايام ساكن البيدة، والله ساكن البيدة انا شفت حسين من قطع الوريدة. والله انا بنعد وادور خمس ريدة ودور جف عضيدة. وينك يا يما وينك يا يما ريد اشكيلك احوالي. اشكيلك احوالي تجيلي يا اما تجيلي يا فاطمة. قلها يا يما ليش ما كنتين معايا بساعة الهجمة يوم هجموا علينا، ليش ما جيتين يم الحسن. يا يما ليش ما كنتين معايا بساعة الهجمة أدافع عسكر الظلام ولا منهم بدت رحمة. خيالك كان في عيني وذكرت العصر واللطمة وذكرت الباب آي الباب جب مفتح على نحوه. اسمع رد الأم يا زينب يا عقيلة آل هاشم جيتك بعلى وجاه. يا
يا زينب يا عقيلة آل هاشم جيتك به لو جاع نسيت اللي جرى علي نسيت النطمة والأغلى وصلت الكربلة لكن جيت لأم الحسن وصلت الكربلة لكن يا زينب فاتني الوداع دهتني فاطمة الكبرى تنوح عليكم بولوار يا زينب والعذر منك مصدر هلونين منك اسمع الون عندكم هدا يا زينب والعذر منك مصدر هالونين منين اسمع ون بالحومة يا زينب جانك عرفين صاحت والدمع حمال هذا ونين اخوي احسن يا زينب والعذر منك مصدر هالونين منين اسمع ون بالحومة يا زينب جانك عرفين صاحت والدمع همال هذا ونين اخويا ذبحوه العدا عطشان وظل جسمه بالطرب منشا اجت زينب مع الزهرة لعند الجسد يا ولي اجت زينب مع الزهرة لعند الجسد يا ويلي ومن شافت ولدها حسين صاحت يا مقتولي بعد ذبحك يا ابو السجاد دايم بالحزن ليلي اظل انصب مناح عليك واصفج يمنة بالشمال ويلي 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 تتوجه الى ناحية الغر زينب تقل له يا ابويا ليش ما تلحق علينا علي يا علي ليش ما تلحق علينا انت مفرج الشدات يا علي ما حد يستغيث بك يا علي الا وتجاوبه اينك عنا الليلة يا علي اينك يا علي عنا اين زينب واليتامى ما عدا احد ويلي بينما زينب جالسة تنخي امير المؤمنين تقول له يا بويا ليش ما تلحق علينا واذا بفارس قد ضيق لثامه اقبل ناحيه زينب التفتت زينب الى ذلك الفارس تقول له يا فارس عد الى مكانك فاننا نساء مسلبات ما سمع اقبل ناحيته قالت له يا هذا نحن نساء مسلبات وما بقي عندنا شيء ولو بقى عندنا شيء النار ما أبقت لنا شيء عد إلى مكانك ما سمعته ما سمعها تقرب إليها وقفت زينب على رجليها وقالت عد إلى مكانك وإلا شكوتك لأبي علي اشكوك عند ابويا علي اشكوك عند علي ابويا ملك بن غري قل للجاي يم
الخيام ليش تريد خيال ان كان قصدك زلب ما خلى العد حال هجموا علينا وسلبوا ما في زرنا شكوى الى الله سلبوا حتى ازرنا وكل ما نخينا ما لف واحد رحمنا هذا الخبر عندك ولا تروع هالاطفال وان كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف رياض بخلي الحرم تتستر بنتشفوف الجيتني الحالي اخبر لك من الخوف بالغصب يا غادي علي اشرح الحال تحكي هو يسمع وانا سمعت كلامه من غير نور يلوح ومضيق الثامه وكل ما حكى الدمع على خده تهامه لا تعددين مصيبتك ما ظل لي حال صاب اللي صابك صاب قلبي يا حزينه تخبرين من شاف المصايب نصب عينه قالت من انت قال انا ما تنكرينه حيدر ابو جانا وعلي ما خف الحال يوم عرفت انا ابو علي قالت يا علي عظم الله لك الاجر قتل الحسين قتل العباس قتل علي قتل القاسم انت بتعاتب علي تقول له شل مانعك ما جيت يوم اللي اندهينا لا ما سمعت اصواتنا يوما دخلنا قال يا بنتي ما خف حالك علينا لكن اش بيدي رايد الله لك بهالحال دش الخبر بار علي لك والنسر دش يا زينب دش دشي الخيمة بار عليلك والنساوين وانت لوين تروح قال الهل غريان ما اقدر بات بكربة لو اسمع هلونين ما اقدر اشوف حسين متعفر بالرماء تروح ابويا ما تقعد ويانا والصوب يلا وروح يا من الجيل عذراء والصوب يلا وروح يا من الجيل العذراء ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غبراء شحال اللي شافت شمر صاعد فوق يغبر وداجه وراسه شال فوق عسى حسين 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 يا حسين
زينب بعد الخير حاسرة تبدي النياحة في الحال في الحال. أسألك اللهم ولك ونتوسل إليك بحق مولانا أبي عبد الله الحسين إلا ما فرجت عنا يا الله. اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين، اللهم شافيهم بشفائك وداويهم بدوائك وعافيهم من بلائك. اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما لا فاقدا ولا مفقودا. اللهم فك كل أسير، اللهم ارحم كل شهيد، اللهم أيد وسدد حماة الدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. جماعتي الحاضرين، فضم اللهم في أنفسهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين، تقبل منهم هذا العمل المبارك. والفاتحة تسبقها الصلوات. فيهم لا تلهلوا بالعجل من فوق القصور للقاع ذبوا قطعوا كريمة والجسد بالسوق سحبوا. صوتك بالحبل ما بين البلاء وفجعة الدين وصف الجسد ذبوه من قصر الأمارة ويزيد لأرض الشام راحت للبشار. كان يترجى حسين وانقطعت أخبار تشدش خبر مسلم يا ضي العين. هو مسلم الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ظالميكم أهل البيت. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. آمنا بالله، صدق مولانا العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم فقام.